الآن يحاول أن نستفيد العبرة من هذه التجارب الدينية والاجتماعية التي حصلت من خلال صلاة الجمعة في هذا العام، فإن لكل شيء عبرة وموعظة، فإن لكل شيء عبرة وموعظة مهما كان قليلا أو كثيرا، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإذا كان الأمر مهما كانت عبرته أكثر وتجاربه أعمق لا محالة، وكان أولى بالتذكر والاعتبار. ولئن جعلنا هذه التجارب مرقاة، وإن شاء الله نجعلها مرقاة إلى رضا الله تعالى ومقدمة للمزيد من عبادته، كان أفضل مما إذا أخذنا الفائدة الدنيوية فقط، والتي لعل فيها خسران الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.